أهالي نينوى الكرام بشبابها ونسائها ورجالها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. مقدما أقف إجلالا واحتراما وتقديرا لهذه المحافظة ولأهل هذه المحافظة، ولا يسعني إلا أن أتقدم لهم بالشكر الدائم لوقوفهم ومساندتهم لبلدهم رغم كل التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها هذه المحافظة. لا يخفى على الجميع ما تعرضت له الحدباء وما تعرض له أهالي هذه المحافظة على مر السنين الماضية، وعادوا أهلها بمساندة إخوانهم الآخرين ليقفوا على أقدامهم مرة أخرى ويعمرون مدينتهم ويعمرون محافظتهم ويعيدون الحياة بيها ويرسمون ملامح جميلة لهذه المدينة الأصيلة والعريقة والجميلة. إخواني، راح أتحدث حديث عن مسيرة للعمل السياسي والعمل التشريعي بما يتعلق بهذه المحافظة. أول ما صرت رئيس مجلس النواب في عام 2018 كانت أولى زياراتي هي لمحافظة نينوى. دخلت إلى هذه المحافظة المنكوبة في حينها، طبيت لها وأني شخص أحمل منصب، لم أكن مؤسس حزب ولا مسوي حزب ولا مسوي مشروع سياسي، شخص منصب رئيس مجلس نواب. طبيت إلى هذه المحافظة اللي وعينا للدنيا هو نعي ما هي الموصل، نعي ما هي نينوى، نعي ما هي البصرة. دخلت وأذكر مشهدي ما أنساها. المشهد الأول، دخلنا لأحياء الموصل القديمة في أيمن الموصل، الخراب والدمار في كل مفاصل هذه المدينة، وفي نفس الوقت يطلعون أطفال صغار من نصف بيت النصف الآخر مهدم، يطلعون الأطفال والعوائل حتى أصفل من وين عايشين، فنص البيت واقع وقاعدين بالنص الآخر ململمين حالهم وقاعدين. المشهد الثاني، اجتمعت في إدارة المحافظة، كان أكو مجلس محافظة في حين في عام 2018، قاعدين بقاعة وطاولة صغيرة وعدد من الاستولات الكراسي، لا أكو بناية ولا أكو مستشفى ولا أكو جسر ولا أكو أي مرفق من مرافق الحياة. هنا زاد عندنا الإصرار وزادت عندنا القدرة على التحدي وإعادة هذه المحافظة إلى مصاف المحافظات الأخرى ومصاف وتعود إلى تاريخها. ومعالمها كانت واضحة، معالم الخراب والدمار اللي كان بيها كان واضح. انطلقنا بمحورين، المحور الأول تشكيل فريق سياسي يعنى بهذه المحافظات ويعمل مع أخوانا الآخرين بالمحافظات الأخرى، وفي نفس الوقت على قولة اللي يقول لفين أقرع عاول إعمار هذه المحافظات، لن ندخر جهد بيها على مستوى موازناتها، على مستوى خدماتها، على مستوى متابعتها، على مستوى تأهيلها وعلى مستوى إعمارها. كل الجسور كانت مقطوعة، أكو جسر عسكري واحد، كل الجسور اللي على النهر عدا الجسور الأخرى في أماكن أخرى كلها كانت مقطوعة، اليوم كلها عامرة بزوجكم وبزوج إخوانكم أعضاء مجلس النواب ودورهم في متابعة التخصيصات والموازنات لهذه المحافظة. الآن بناية المحافظة اللي شفنا بناية المحافظة وبناية المجلس، روحوا شوفوها، طبيت لها قاعة الآن ما شاء الله صرح يسر الناظرين. المستشفيات، كل المستشفيات لحد الموازنة الأخيرة كلهن أدرجن في قانون الموازنة، قسم منهن تنفذن وقسم منهن قيد التنفيذ وقيد يعني الإجراءات عمليا
ما بقت مستشفى من مستشفيات نينوى ما لها تخصيص مالي. استلمنا إرث، المطار منتهي، ماكو مطار في نينوى، وكانت اكو معوقات لايقاف مطار نينوى. اكو اطراف كانت تسعى ان لا يكون مطار في نينوى. ودقينا رجل ولا صار مطار نينوى. اذا نتحدث عن الرواتب المدخره وتفاصيل الرواتب الوظيفيه والدرجات، اذا نبتدي بها ما ننتهي، ما كنا نتحدث بهم بالاعلام لان هاي واجبنا. ولا زالت واجبنا وتبقى واجبنا اعطاء كل ذي حق حقه. المفاصل الامنيه نتابعها ويا الحكومه. ما قبلنا ولا نقبل انه يتم الاساءه لاي انسان دون اجراءات قضائيه صحيحه. والوشايه الفلانيه وفلان طويل وفلان قصير وقفت. لان اكو عمل سياسي مشترك ما بين القوى السياسيه. اللي تمثل هذه المحافظات مع اخوانهم الاخرين انه يجب حل المشاكل العالقه للسنوات السابقه، لان المشاكل ولدت مشاكل. اما المشروع السياسي، جيت حكيت ويا شخصيات نينوى كما حكيت ويا شخصيات المحافظات الاخرى، انه ايش قد هذا الفريق السياسي يجي من نينوى؟ يجي به شخص، يجون به اربعه، يجون به خمسه، يجون به عشره، وحدهم ما يقدر يسوون شيء. وكذلك تحدثت مع المحافظات، وحدنا رؤيتهم ومنهجهم برؤية واضحة ومسار صحيح لبناء الدولة وبناء العراق. العراق عمره 7000 سنة، إذا ما يبنوا أبنائه من اللي يبني؟ وقدرنا نشكل هذا الفريق السياسي. من كنت شخص الآن معالي الوزير الفكاك، الدكتور مزاحم، خواتنا النائبات ست بسمة، ست محاسن، ست منى، اخواننا النواب، استاذ وطبان، استاذ خالد، استاذ لقمان، استاذ جميل، استاذ محمد الفرمان، واستاذ طالب المعماري، كل ذول النواب الان صاروا فريق سياسي واحد. وبخلفهم خواتهم واخوانهم المرشحين الان لعضويه مجلس المحافظه. ذول المجموعه من النواب تحولنا من مشروع شخص الى مشروع مجتمع، الى مشروع حزبي. عند رؤية ويمثل هذه المحافظات ويكملون مشوارهم مع أخوانهم الآخرين. الآن هذا الفريق تنقص حلقة أعضاء مجلس المحافظة. أخواني أهل نينوى، ما حك جلدك مثل ظفرك. أنتوا اللي ساهمتوا في بناء البلد على مر السنين، إذا نرجع للتاريخ في كل مفصل من مفاصل التحديات اهلينا ويقفون مع البلد واستقرار البلد ويضحون من اجل البلد. الان المطلوب منكم في الانتخابات تقفون مع انفسكم، تختارون ممثليكم، تختارون شخصيات كفوه قادره على اداره المفاصل الاداريه بالمحافظه، قادره على اداره ارزاقكم واموالكم. دورنا في مجلس النواب كاحزاب في مجلس النواب واخوانكم النواب دورهم يجيبون التخصيص. تحدث دكتور مزاحم على الارقام اللي خليناها بالتخصيصات، واكثر من هذه الارقام صارت بالتخصيصات لنينوى بمفاصل عده. لازم اكو مجلس محافظه يعي الاولويات، يا مشروع يتنفذ، يا مدرسه، يا شارع، يا مستوصف، ويعرف شنو اولويات المناطق. اثنين، يوقف اي محاولات للتعدي على المال العام ويكونون على قدر المسؤوليه. انا قلت لهم واكرر لهم امامكم لاعضاء او المرشحين لعضويه مجلس المحافظه، نحن في حزب تقدم لسنا باحثين عن مهن، نحن في مهمه، مهمتنا احقاق الحق، مهمتنا حفظ البلد، مهمتنا حفظ وحده البلد، حفظ استقرار البلد، وحفظ امن البلد، وحفظ هاي الشباب وهاي الناس، وحفظ مقدراتهم وحفظ ارزاقهم. نجد بيهم كفاءات وفعلا ان شاء الله راح يمثلون محافظتهم خير تمثيل، ودورهم محدد في خدمه اهلهم وناسهم. اخواني مجلس المحافظه هو اللي يجيب المحافظه، هو يجيب نواب المحافظه، هو اللي يجيب
رؤساء الوحدات الإدارية، أكررها في كل لقاء، هو اللي يجيب مدراء الدوائر، هو اللي يغير مدراء الدوائر، هو اللي يصحح المسار. أهمية مجلس المحافظة لا تقل عن أهمية مجلس النواب. دور مجلس النواب تشريعي للقوانين الاتحادية، يخصص أموال، يتابع هذه الأموال، ولكن الدور بالمفاصل الإدارية هو لمجلس المحافظة. يصير الآن في نينوى من 25 وحدة إدارية 17 ما لكم رأي بهم؟ 16 أو 17 خارج رأيكم، إرث قديم؟ من اللي يحاسبهم؟ من اللي يجي يعزز الوحدة في هذه المحافظة ويعطي التمثيل الحقيقي لكل قضاء من الأقضية؟ ما يغيرها رئيس مجلس النواب ولا يغيرها رئيس وزراء، أكو دستور وأكو قانون. رؤساء الوحدات الإدارية احنا من جهة، انا من جهة العمل السياسي واستلمتهم، هو ارث من مجلس المحافظة قبلي. اكو قائم مقامين صار لهم كم سنة هم قائم مقامين، الان طلع قائم مقام الموصل. من اللي يسمي قائم مقام الموصل؟ ومين راح يجي وتابع يا جهة؟ التمثيل الإداري في هذه المناطق ينسجم مع التمثيل الاجتماعي إلها. احنا جايين فازعين وياكم، هذا واجبنا ودورنا السياسي. نريد فزعتكم حتى تمكنون ولدكم يمكنوكم مرة أخرى، يمكنوكم بحقكم، يمكنوكم باستحقاقكم. المحافظ من يجي عنده مجلس محافظة سباع يقوى ويحط كل شيء مكانه. احنا ما نريد نسوي مشاكل مع الآخرين، احنا نريد ننطي الآخرين حقهم ولا نسمح للآخرين بالتجاوز على حقوقنا. لكل ذي حقا حقه، كل من يجي يرسم مسارات بكيفه وكل من يغير بكيفه مو صحيح. هذا دور اخوان، دور مجلس المحافظه. لا تستسهلون مجلس المحافظه. مجلس المحافظه اللي يجيب المعني بادارتكم اللي هو المحافظ. كل المرشحين الان الحاضرين امامكم هم من عشائركم، هم من ابنائكم، هم من ولدكم، هم من بناتكم. ما بيهم واحد حل الوسم. نعم بيهم تقدم بس ما بيهم واحد، كلهم أصدقائي وكلهم جزء من كادري وجزء من فريقي، بس هم من هالنينوى ومن راح يكملون ويفوزون. هسه احنا داعمينهم ومستمرين بدعمنا لهم، من راح يكملون ويفوزون خيرهم لأهلهم، خيرهم لمحافظتهم. قد أبو مجلس النواب نحتاجه في بغداد لاستحقاقات سياسية، ولكن عضو مجلس المحافظة هو إلكم كما هو عضو مجلس النواب إلكم، ولكن عضو مجلس المحافظة حدود عمله تقتصر في هذه المحافظة فقط. مشاركتكم بالانتخابات، غيركم يشارك وانتم ما تشاركون مشكلة. قبل ناسنا تقول ليش نروح للانتخابات؟ شو تسوي لنا الانتخابات؟ شو تقدم لنا الانتخابات؟ تنتخب فلان يطلع علان وبالتالي يحبط ربعه ويخليهم ما يروحون يشتركون. المشاركة يجب أن تكون واسعة. هاي تمثيل إخوان، تمثيل اجتماعي تتعلق بتمثيلك، لا تتنازل لي. وأقول لك لا، الانتخابات سوت مو ما سوت. الانتخابات اللي قاطعناها قبل سجلوها علي ثبتوها. الانتخابات اللي قاطعناها قبل كانت النتائج مشوهة، وصلتنا داعش، وصلتنا إلى انهيار المدن واحتلال المدن وضياع تلك المدن، لأن كانت الناس القاطعة واللي ظهروا بعضهم أو أكثرهم لا يمثلون هاي الناس، ولكن الانتخابات اللي رحتولها لاحقاً عمرت هذه المحافظات وبنتها وعادت جسورها وعادت مستشفياتها وعادت الناس. كنا كنا نازحين، لو ما أكو فريق سياسي ويعمل ويشتغل كيف نرجع؟ أوصيكم على محافظتكم، وأوصيكم على ديرتكم، وأوصيكم على أهلكم. إحنا أخوانكم بلشنا المشوار، وارجع اكرر بلشت المشوار وانا شخص. الان احنا فريق سياسي متكامل وحزب متكامل، وراح نثبت للكل ونثبت للاخرين حرصنا على الوطن، حرصنا على البلد، وحرصنا على استقرار البلد، وحرصنا على مقدرات البلد من اقصى الى اقصى. وناكد شعارنا انه احنا امه بناء، امه اعمار، امه خير، امه سلام. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. احنا اللي نتعاون على البر وغيرنا تعاونوا على الاثم والعدوان.
احنا اللي نتعاون على البر ونتعاون على الخير، ووين ما يحتاجنا البلد راح نوقف، ومثل ما وقفنا وذكر الدكتور مزاحم في كل جلسات المجلس وفي كل عمل المجلس، نسعى ان تستقر كل المحافظات ونعمل ان يستقر البلد. احنا مجتمع لا يعيش الا في ظل قانون، احنا نعرف من وعينا بالدنيا ولا وتعلمنا انه كل ما كانت الدوله قويه احنا نكون اقوياء ونكون في منها، ونضعف مع ضعف الدوله، وتروح حقوقنا مع ضعف الدوله، ويعتدى علينا مع ضعف الدوله. كل ما قوه الدوله بمفاصلها باجهزتها بقوانينها بفرض عدالتها، والعداله اسبق، المجتمع يستقر والمجتمع يزدهر. شدوا حيلكم، بقت لكم ايام، شدوا حيلكم بتوصية ناسكم يشوف العشاء، وتوصية أهلكم، وتوصية عمامكم، وتوصية ذويكم. هذا حقكم لا تضيعوا، هذا استحقاقكم لا تضيعوا. أهل الموصل مشاركتكم مو قوية في كل الانتخابات، لا تركبون السيارات وتطلعوا للأربيل، اقعدوا وروحوا اطلعوا للانتخابات. الموظفين اللي اعتقدها عطلة خميس وجمعة وسبت، اسمحوا لي لصراحتي، يدير وجهه ويروح وكأنه رايح سفر، وتفتح له الأبواب حتى التمثيل يختلف. يوم واحد 10 دقائق يطلع حقه، يطلع حقه، لا يتنازل حقه. والمشاركة بالانتخابات واجب، واجب. ما أمامكم إلا صندوق الاقتراع. لا نقول ليش جونا فلان وفلان مو زينين، إذا احنا ما رايحين ننتخبوا طبعا يجونا مو زينين، بس إذا الخيرين والمجتمع خير والمجتمع نير يطلع ويختار الخيرين، مخرجاتهم كلها تكون زينة. بدينا مشوار سياسي ومشوار خدمي في هذه المحافظة ولن نتوقف. اليوم كملت الجسور بإذن الله، أزوركم زيارة أخرى وتشوفون حجم الاستثمار يصير بيها عالي، حجم الاستقرار بيها عالي، تشوفونها في مصاف المدن المتطورة، مطارها تنزل بإذن الله بطائرات وشركات، يجوكم مستثمرين، ويمكن نفتر في إحدى الشوارع في يوم من الأيام، وإن شاء الله نفتر ونشوف التطور الخدمي والعمراني على مستوى البنايات، على مستوى الإعمار، وعلى مستوى إعمار الحجر وإعمار البشر. هاي ذمتنا، وتأكدوا لن ندخل جهد في هذا الأمر، ننتظر من عندكم مشاركتكم، وننتظر من عندكم تطلعون حقكم، وما يتعلق باستحقاقاتكم في بغداد احنا اخوانكم، لا عملنا مستمر وجهودنا مستمره مع القوى السياسيه الاخرى، ايضا بما يتعلق بورقه الاتفاق السياسي حريصين على تطبيقها، حريصين على دعم الحكومه في تنفيذها، وحريصين على ان نلتزم مع الاخرين بما اتفقنا عليه، وايضا نطلب ونؤكد على اخواننا باستمرارهم بهذا الالتزام، لان هذا الالتزام السياسي بما يتعلق بالقوانين اللي ذكرها الدكتور مزاحم مؤكده، ما يتعلق بقوانين العفو، بما يتعلق بعودة النازحين، بما يتعلق بغلق المخيمات، بما يتعلق بتعويض المتضررين. هذا عهد بيننا وبين أخواننا الآخرين، وألمس منهم نية بإقراره، وألمس نية منهم بإكمال هذه القوانين. هذه القوانين هي اللي تعيد المجتمع وغيرها من القوانين، تعيد المجتمع إلى استقراره، وتعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي، ونبدأ بخطوة استقرار البلد بشكل عام وبشكل كامل. شكرا جزيلا، ان شاء الله دائما تزورنا وبالافراح والمسرات. تونسنا بضحكتك يا بوريكان، تونسنا بضحكتك يا بوريكان، وتنطين بضحكتك هسه. يربط الجسر العتيق، هنا يربط الجسر العتيق، أيمن القلب وباشطابيا الحسناء، وسامرت بيوت الطين عبق الحضارة، فكتبنا نحن هنا نينوى. يوما وإن حكموا كانوا موازينا، السلام على العراق، السلام.
لا نجامل ولا تجاملون في اختيار الفاشل والفاسد، يختار الجريء الشجاع الصالح الأمين ممن هو من يقف مع الحق ومع هذه المعايير. نحن في تقدم نريد مجلس المنكوبين، وشرع بقيادته وتعاونه مع أعضاء مجلس النواب فقرات مهمة حلوة مثل حلاوة تواجدكم. استريحوا اخوان، استريحوا استريحوا، الواقفين على الكراسي استريحوا. شبابنا اللي على ميمنة المنصة